ارتبط اسم برشلونة خلال الميركاتو الحالي بضم اسمين من نجوم المغرب، ألا وهم حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، وكذلك عز الدين أوناحي نجم أنجيه الفرنسي. خرج رئيس برشلونة خوان لابورتا ليوضح الأمر وماذا سيفعل فريق برشلونة في انتقالات يناير يا سادة يا كرام. عن كل هذه التفاصيل سنتحدث، ولكن كالمعتاد لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد من خلال الإشعارات خلال الفترة المقبلة. أولا، خوان لابورتا حينما تم سؤاله من صحفي داخل صحيفة إسبورتس الأسبانية عن إمكانية ضم لاعبين جدد إلى برشلونة خلال ميركاتو الشتاء مثل عز الدين أوناحي أو حكيم زياش، لابورتا كان إجابته واضحة: برشلونة لن يتحرك في ميركاتو الشتاء، لن نضم أي لاعب جديد. بهذا التصريح قفل خوان لابورتا كل التكهنات على إمكانية انضمام أوناحي أو زياش إلى برشلونة. وفي سياق متصل أكد خوان لابورتا أن كل اللاعبين التي ربطتهم الصحف ببرشلونة هم لاعبين كبار جدا، ولكن لا مكان لهم في الفريق على أقل تقدير خلال الميركاتو الحالي. اختتم خوان لابورتا تصريحاته قائلا: عثمان ديمبيلي ليس للبيع، عثمان ديمبيلي النجم الفرنسي لن يرحل عن برشلونة هذا الميركاتو.